أهلا بكم. هي إعلامية من طراز فريد غيرت مفاهيم التقديم التقليدي بملامحها الطفولية وشقاوتها مع الكاميرا وسرعة بديهتها وتجاوبها مع الجمهور بكل فئاته العمرية المختلفة. ولديها ثقافة وكاريزما لا يستطيع أحد أن ينكرهما، وتحمل طاقات فنية مختلفة تحاول إخراجها بصورة لائقة باستمرار. ملكاتها ومواهبها متعددة، حاورت بلطف وتميزت وخاضت مجال الغناء. وكان لها أيضا وقع مغاير وأسلوب جديد، وأخيرا مثلت وأيضا وجدت القبول الجماهيري العريض. طموحها لأبعد الحدود وبسيطة لحد مبالغ فيه، استطاعت أن تدخل قلوب الأسر العربية قبل البيوت، وتشعر دائما أنها تملك الكثير من الطاقة والحركة، لا تستطيع أن تقف عند نقطة معينة. إنها الدائمة البحث عن وجودها الفني، المذيعة والمطربة والممثلة رزان مغربي. في هذا الفيديو والدها داعية إسلامي وأخفى زواجها 3 سنوات، وشاهدها قبل وبعد عمليات التجميل وما لا تعرفه عن الإعلامية رزان مغربي. رزان عبد الوهاب مغربي، وتبلغ من العمر في عام 2020 47 عام، حيث أنها ولدت في 19 من أغسطس عام 73 في بيروت لعائلة مسلمة. والدها الداعية عبد الوهاب مغربي رجل متدين متبحر في العلوم الإسلامية، ووالدتها حسناء السباعي. وهذه هي الإعلامية رزان مغربي مع والدتها. ولدى الإعلامية رزان مغربي أخ وحيد يصغرها سنا اسمه طارق، حاصلة على الجنسية البريطانية. عاشت طفولتها في لندن، ومن ثم انتقلت عائلتها إلى لبنان، وتجيد 4 لغات: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية. ورزان مغربي متزوجة من رجل الأعمال المصري ناجي كامل منذ عام 2010، وهو الأمر الذي أخفته عن الإعلام ل3 سنوات، وأثمر الزواج في 7 إبريل عام 2014، ولد اسمته رام. وبدأت الإعلامية رزان مغربي عملها كمقدمة برامج بتشجيع من أمها في سن 16، وكان ذلك على شاشة تلفزيون المستقبل الأرضية عام 89، وكانت حينها أصغر مقدمة برامج على شاشة تلفزيون لبناني. فقدمت برنامجها الشهير الليل المفتوح ل3 سنوات ونصف حتى العام 93، وغادرته بعدها في أواخر العام 95. وفي نهاية عام 95 تلقت العرض الأول لها من MBC الذي كان يبث من لندن في المملكة المتحدة، التي عرضت عليها الانضمام إلى شبكتها لتقديم برامج ذات توجه عالمي. وقدمت عام 2006 فقرة بعنوان رزان وعباس ضمن برنامج البيت بيتك على التلفزيون المصري، بعدها عادت للMBC لتقدم عدة برامج أخرى كفانتازيا وألبوم النجوم العرب وشهرزان الذي تنقلت فيه حول دول العالم وقامت بمحاورة مشاهير العالم. وفي عام 2008 غيرت عقدها مع المحطة لتصبح من موظفة دائمة لمتعاونة فقط، وتوجهت بعدها إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال الـLBC لتقديم برنامج قسمة ونصيب المتعلق بالزواج. وفي العام ذاته دخلت الإعلامية رزان مغربي الإعلام المصري من خلال قناة الحياة المصرية لتقديم برنامج ألعاب حتى مطلع العام 2011، حين استغنت المحطة عن خدماتها بسبب الفيديو لحياتها الشخصية الذي انتشر على اليوتيوب. وفي عام 2009 عادت إلى شاشة MBC من جديد مع برنامج هو وهي الذي قدمته مع الممثل الكويتي خالد البريكي، ويعكس البرنامج الفوارق اللافتة بين الرجال والنساء، كما يستقبلان في كل حلقة 4 ضيوف كثنائيات من نجوم العالم العربي.
ليشاركوا جمهور الاستوديو المؤلف من 50 رجلا و 50 امرأة. وفي عام 2012 عادت لنقطة انطلاقتها تلفزيون المستقبل لتقدم برنامج مسابقات فني. وفي نفس العام وقعت من جديد عقدا مع قناة الحياة، حيث قدمت برنامج صوت الحياة عام 2012 وبرنامج الحياة حلوة عام 2015، لكن العقد انتهى منتصف العام 2017. وعادت بعدها مع ابنها إلى لبنان للاستقرار، وقدمت حفل جوائز الموسيقى العربية على شاشة MTV اللبنانية. وهذه هي الإعلامية رزان مغربي قبل وبعد عمليات التجميل. وقامت الإعلامية رزان مغربي بالعديد من عمليات التجميل والتعديل، مثل عملية تجميل الأسنان والأنف وحقن شفتيها بالبوتوكس. كما قامت الإعلامية رزان مغربي بحقن خديها وحول العينين وشدت وجهها، وقامت بعملية نحت الحنك، وهذا ما جعلها أكثر جمالا. وفيما يتعلق بشعرها، طورت رزان مغربي بلون شعرها وتسريحاتها، حيث كان لونه بني وتسريحاتها عادية جدا. وأما اليوم أصبح لون شعرها أشقر وتسريحاتها أكثر عصرية، خاصة تسريحة الريترو التي لاقت بها كثيرا. وفي عام 2018 عادت إلى شاشة MBC من خلال برنامج يحمل اسم اللعيب مع رزان ومهيب، ويشاركها في التقديم الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، ويذاع عبر شاشة MBC مصر. والبرنامج حمل طابعا رياضيا مواكبة لتواجد منتخب مصر في كأس العالم عام 2018، حيث التقت بنخبة من نجوم الكرة للحديث عن حياتهم الخاصة والأسرية وكرة القدم. وحاليا في رمضان عام 2020 قدمت برنامج الألعاب اغلب السقة مع الفنان المصري أحمد السقة. وفي عام 2012 اختيرت رزان مغربي لتكون سفيرة لمساعدة مرضى الإيدز، حيث قامت المنظمة الدولية والتي تعمل لمكافحة مرض الإيدز، وذلك بإصدار رزنامة لرزان والمذيعة كارولينا دي أوليفيرا كسفيرتين للمنظمة في الشرق الأوسط، وهي منظمة تضم أكثر من فنان عالمي منها مادونا وأنجلينا جولي. ودخلت الإعلامية رزان مغربي مجال الإعلانات، حيث طرحت عطرها الخاص بها رازدو رزان عام 2002، وقدمت العديد من الإعلانات للمشروب الغاز سبرايت ولساعات تريبور وإعلان لكريم الشعر دابر أملا. واتجهت للغناء عام 2002، حيث طرحت أغنية لعب وجد وحب التي أعادت تجديدها، وكانت إعلانا تجاريا لإحدى السيارات، وذلك من إخراج شادي حنا. ثم أطلقت ألبومها الغنائي الأول رزان عام 2008. وإلى جانب الغناء وتقديم البرامج، شاركت رزان مغربي بالتمثيل في العديد من الأفلام، ومنها حرب إيطاليا وحسن طيارة والمسلسلات منها العميل 1001 وحكاية حياة ورسائل. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.